اسمي هوري لوسيان، أنا مغروم ببيروت وببيوت الحلوين لقدام. شفت بيروت القديمة انسحرت بالجمال المدينة اللي هي كأنها ضيعة بس كبيرة، وهيدا الشيء أنا توقفت عنده وحسيت إنه لا، لازم هالبيروت تضل موجودة وما تنتسى، لأنه بيروت كانت بتتنفس من البحر، كل شيء بيجي لبيروت بيجي من البحر، وكان كلها خضار وشجر وجنينات وأرميد وقناطر وعصافير وهواء نظيف. فهيدا الشيء أنا خلاني انسى بيروت كيف صارت هلا. الو 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 بيروت من فضلك يا عيني. ولحتى نقدر نعيش ببيروت مثل ما كانت ما بنقدر ببيروت، مشان هيك جمعت قطع الحلوين من البيوت الحلوين واخذت بيروت تعيش معي بالبتروم، وهلا هون بيروت موجوده بهيدا البيت بمتحفها اللي بيليق بتراثها القديم. كل شيء شايفتيه بهيدا البيت كان بهدول البيوت، مزهريات، تريات، كله تجمع من 100 بيت راحوا من بيروت وصورتهم وين كانوا هول القطع وين صاروا عن هون بهالمتحف. هيدا هو المتحف مثلا، هول الثلاث قناطر كانوا بهالبنايه بزعل بلاط صاروا هون. هيدي الواجهه الحلوه كانت بالأشرفية انتقلت لهون محل الجديد، هو ثلاث قناطر كانوا ببيت بالأشرفية جوا صاروا هون برا. بس يصير عند المتعهد ورشة جديدة أنا أزعل بالأول إنه دعان هالبيت هيك يروح، وبنفس الوقت كنت انبسط لأنه أوكي ما بيقدر يضلوا هذا البيت ببيروت، بيقدر يكون بمطرح تاني. كنت اشتري القناطر ثلاثتهم مثل بعضهم، واجهه كامله، بلكون كامل، عمدان كاملين. كنت انا اشتريهم وجمعهم هون بالارض، وبعدين اخذت قياساتهم وعمرت على اساسهم هيدا البيت اللي عم بتشوفوه هلا بكل تفاصيله ولا غلطه. بس يوصلوا الزوار لهون بأول شيء عندهم انطباع انه هيدا البيت اكيد مش معمر هلا، كأنه هون البيت صار له 200 سنة، وببلشوا يفوتوا وينسحروا بالجمال اللي سحرني انا، وببلشوا يطلعوا على الضوء والهواء والشمس والالوان، ومنهم بيتذكروا تريات جدودهم، منهم بيتذكروا البلاط، منهم بيتذكروا التفاصيل والنملية. هيدا تخت النحاس، تخت النحاس موجود بكل بيت بيروتي، وهيدا تخت النحاس جاي منه مثل، مثل اللي بيقولوا عن البخيل انه بدك مصرياته بالقصبة. البخيل بيفتح هاي وهاي وبيفك هيدي، وهون بدك ليراته الذهب والفضة. صناديق ستة اللي هلأ رح تشوفون هني صناديق السفرة، هيدول الوحيدين اللي بقيوا من عائلتنا. تيتا كان بيتها ببيروت، ما بقي من بيتها إلا الصناديق. أنا مبسوط، وهيدا بيتنا قبل ما يكون متحفنا ومتحف لبيروت، وأخذ حقه منيح من الحب اللي العالم فرجتني إياه، ومن الاهتمام اللي العالم فرجته للتراث البيروتي، لأنه أنا حققت حلم كتير عالم عبالهم كانوا يعملوه.